وبالمزينات هذه ذكروها العلماء واتفقوا عليها. سيدي عندما أظهر أنا على الشاشة وأطالب بحقي بأن أناقش وأقوم بدوري في هذا المجال المهني وأطالب بأن يظهر وجهي وهو هويتي التي لا أقبل بأي مجال من المجالات أن تلغى هذه الهوية. من هؤلاء الذين يقررون لي ماذا يجب أن أكون عليه؟ لماذا تعاملوني كسيدة كأنني ناقصة الأهلية وهنالك دائما صوتا ذكوريا يقرر لي ما يجب أن أكون عليه؟ أنا سيدي رب العالمين سواني معك في الواجبات وفي العقاب وفي الثواب. عندما تصوم أنا أصوم، عندما تصلي أنا أصلي، عندما تسرق تقطع يدك وعندما أسرق تقطع يدي، وهذا دليل أكبر وأعظم على أنني لست ناقصة الأهلية وأعي ماذا أفعل وأعرف كيف أحترم نفسي.